فيكم أكاديمية العطاء الطبية، وياكم الدكتورة زينب العظام، خريجة كلية الطب، معدل 84. شغل الطلاب، أنا راح أخذكم هذا الكورس بمادة الفيسيولوجي اللي هي مادة علم دراسة الأعضاء، اللي راح تتقسم إلى بارتات. راح نبدأ بهيماتولوجي اللي هو علم دراسة الأعضاء اللي تخص الدم، راح ناخذ الكارديولوجي اللي هي القلبية، وراح ناخذ الريسبيراتوري اللي هو يكون الجهاز التنفسي. بداية الكورس راح نبدأ بعلم دراسة الأعضاء للدم اللي هو علم الهيماتولوجي. أول محاضرة بهذا الكورس قبل ما نبدأ بيها، أريد أقول لكم إنه أهلاً وسهلاً بيكم مجتمع الطب العملاق اللي جداً حلو. لا تخافون، صدقوني الطب يمكن من أحلى شيء يمر بحياتك، ويجوز أحلى شيء تسويه بحياتك إنه قدم الطبية. صح صعبة، ولأنه هي صعبة هي تكون حلوة، لأنه ندري إحنا كل شيء سهل ما يكون ذاك الحلم في الشيء الصعب، خاصة إنه أنتم ما شاء الله من قبلت طبية، أكيد معدلاتكم كلها عالية، وبالتالي أكيد كلكم شاطرين، أكيد لكم قدرة إنه تعبون وتحققون مستوى يجوز حتى أعلى من المستوى اللي بالإعدادية، لأنه بصراحة الطلاب الشاطرين يتميزون فقط بالطبية. يعني لا تأخذون نظرة إنه لأن كلكم كنتوا شطار مثلا او مستويات متقاربه فمعناها كلكم هتحققون نفس الشيء بكليه الطب. كليه الطب يادلها واحد ذكي، يادلها واحد انه بصراحه لوتي بالقرايه، يعني يعرف بالضبط شنو يقرا ويعرف ينظم وقته. تمام، الطبيه ابد ما تلغي حياتكم الخاصه، كل احنا فتنا الكليه ودرسنا وطلعنا اوائل وتونسنا بحياتنا، عشنا ايام حلوه وزملائنا، سافرنا وطلعنا، كلها خلال فتره دراستنا. فلا تتثبطون ولا حد يضوشكم ويقول لكم انه حياتكم خلصت، بصراحه حياتكم استوها بدت. فاللي اريده منكم شنو؟ انه نستقبل هاي السنه بمعنويات حلوه ووهس حلو، وما نعتبر الكليه هي مكان الونسه فقط، لازم احقق الغايتين، همتين اتونس وهمتين ان شاء الله اساسيين اني افوز من عندها، انه اعلم نفسي الاشياء المهمه، لانه اني محاسب قدام رب العالمين على كل شيء راح يمر خلال هالست سنوات، ومحاسب انه ممكن تفوتني معلومه بعدين تكلفني حياه مريض. اوكي، المادة ما تكون كلش سهلة، هي بالضبط نفس مادة السادس إعداد، يعني اليوم محاضرتنا هتكون نسخ لصق عن مادة الأحياء اللي تخص النسيج الضام، المتخصص من ضمنها الذئب. الفرق شنو؟ انه راح نحكي باللغة الانجليزية، لانه انتو شطار اكيد اغلبكم متمكنين باللغة الانجليزية، واني وياكم راح نترجم كلمة كلمة، راح نسهل عليكم الحفظ والفهم والترجمة بنفس الوقت. فبسم الله ان شاء الله نبدأ هسه اليوم اول محاضرة عندنا بمادة الفيسيولوجي اوف ذا بلاد، يعني علم دراسة الاعضاء مالت الدم. يعني الدم هو شنو ومين جاي وشنو مكوناته وشنو الوظيفة مالته. بالبداية الأوبجكتيف معناه شنو؟ معناه المتطلبات، يعني معناه الأهداف مالت هاي المحاضرة. شنو يعني أهداف؟ أوبجكتيف معناها طلاب إنه أني من أقراهن بالبداية كلش مهمات، لأنه راح أعرف شنو مطلوب من عندي. أوكي؟ معناها شنو الأشياء لازم أكون محققتها بنهاية هاي المحاضرة وتكون عندي معلومات كافية عنها. لازم تكون عندي معلومات على الكومبوننت اللي هي شنو الكومبوننت اللي هو مكونات of blood، يعني مكونات الدم، component مكونات، والبلاد اللي هو الدم اللي هو اليوم ملك الساحة. اوكي، راح ناخذ الفراكشنز اللي هو الوظيفة، فراكشنز الوظيفة of blood اللي هو هماتين الدم، يعني راح ناخذ مكونات الدم وظيفة الدم. ثاني شغله راح نحكي على البلازما. شنو هي البلازما؟ it is component اللي قلنا نفس هاي الكلمة، يعني مكونات البلازما، and it is function ووظيفة البلازما كذلك. اوكي، اخر شيء راح ناخذ الاريثروسايت اللي هي معناها كريات الدم الحمر، وراح ناخذ الاريثروبايوسيس. اريثرو اللي هي همتين معناها كريات دم حمر، بايوسيس معناها تكوين، وبالتالي راح ناخذ معلومات عن كريات الدم الحمر، راح ناخذ معلومات عن عمليه تكوين كريات الدم الحمر. بالبدايه قبل ما نبدا نقرا السلايدات والهوسه هاي كلها، خلي هذا السلايد بصراحه يختصر لي كل المحاضره اذا ركز. اوكي، يقول لك بهذا اليوتيوب، اليوتيوب طلاب معناه شنو؟ معناه مثل انبوبه. اوكي، حاطه بيها دم وسويت لها انه عمليه، نقول انه طرد اللي هو يكون يفصل لي مكونات الدم. فش فصل لي؟ فصل لي فد ماده صفراء فوق ومادة حمراء جوا. اوكي، يقول لك المادة الصفراء شو تمثل؟ تمثل البلازما اللي هي تكون 55% من مكونات الدم. طلاب شغلة مهمة من اقول لكم، دم اللي هو البلاد بالانجليزي مو قصدي الدم اللي هو كأنه يكون مجرد مادة حمراء، لا، الدم راح يشمل كريات دم وراح يشمل البلازما. يقول لك البلازما هاي المادة الصفراء هي تمثل الجزء السائل من الدم،
يعني كريات الدم الحمر، كريات الدم البيض، الصفيحات الدمويه راح ناخذها، يعني الخلايا الدم بصوره عامه راح يسبحن بالبلازما، في البلازما تمثل الشط اللي راح تسبح به هاي الخلايا. فبالتالي الجزء المائي او الووتر بورشن، الجزء المائي للبلاد للدم، هو شو اسميه؟ اسميه البلازما. ومثل ما نشوف انه يمثل لي قسم كلش كبير 55%، يعني اكثر من نص كميه الدم هي بلازما. زين، واحد يسألني زين البلازما شنو مكوناتها؟ شنو وظيفتها؟ البلازما راح اقسمها الى شنو؟ اقول لك 90% ووتر، خو سهله، 90% من البلازما هي عباره عن مي، ووتر معناه مي، اوكي. قل لك بقى 10% من البلازما ايش تشمل؟ تشمل بروتين، خو سهله، بروتين، بروتين، مكونات بروتينيه. تشمل لي الكترولايت اللي هي معناها العناصر، كان يكون صوديوم، كلورايت، كذا، فالكترولايت. ميتابوليك نيوترينت، شنو يعني؟ يعني ميتابوليك هي الأيضية والنيوترينت، يعني المواد الغذائية اللي يحتاجها ممكن جسمنا، موجودة وين؟ موجودة بالبلازما. الميتابوليك ويست بروجكت هم مانتين انه فضلات او النواتج من عمليات الايض والهدم مات الغذاء وكذا بها فضلات. فقل لك شي شي يشيل النيوترينت نفس المواد الغذائية ويشيل لي هم مانتين الفضلات اللي وصح لها الويست، اوكي؟ وبها هرمون، هرمونات، اكيد كلنا نعرف الهرمونات هي مواد تكون يعني تمشي بالدم، تمام؟ فوين القاها تمشي؟ القاها تمشي بجزء المي البلازما. فصارت عندي فكره البلازما 90% مي وال10% ما بين بروتين، ما بين انه هرمون، ما بين نيوترينت، ما بين ويست، وما بين هما تاني الكترولا. زين ذن البروتينات، وهذا مهم، شنو انواع البروتينات اللي القاها بالبلازما؟ طلاب سهله، هن ثلاثه. اول واحد اللي هو الالبومين، اللي هو شيء يكون اغلب المواد اللي ما تقدر تذوب بالمي، شو راح تسوي؟ راح تلطش بالالبومين، البومين هو يمشيها بالمي، تمام؟ شلون احنا بنفوت للشط مرات واحد ما يعرف يسبح وين يركب؟ يركب على قارب، فالالبومين راح يشيل المواد اللي ما تقدر تسبح بالمي، اللي ما تقدر تذوب بالمي. هذا الالبومين هو اغلب البروتينات الناقله بالدم، هو عباره عن البومين. ثاني واحد اميونو جلوبيولين، اميونو هو معناه مناعة، جلوبيولين هو جزء لانه شافوه متكون من جزيئات الجلوبين. فالاميونو جلوبيولين طلاب او الاي جي شو تمثل؟ تمثل الاجسام المضادة، الاجسام المضادة احنا ما كنا ماخذيها بالاعدادية، معناها الاجسام المضادة اللي تكون ليها البلازما سيل، الخلايا البلازمية المسؤولة عن الدفاع عن جسمنا، اوكي؟ فما تنلقى بيها شنو؟ القى بيها بروتينات اسميها اميونو جلوبيولين، اميونو جلوبيولين. وألقى بيها فايبرينوجين، فايبرين خيوط الفايبرين، جين يعني تكوين. فالفايبرينوجين هو عبارة عن خيوط، تمام، أو مادة بروتينية، بعدين راح أحولها إلى فايبرين تساعد لي بعملية التخثر، مثلا من تنجرح إيدي، من ينجرح رجلي، لازم تكون لي خطرة. فهسه ذني مهمات نحفظهن، البومين اللي هو القارب اللي يشيل المواد اللي ما تقدر تسبح بالشط، القن اللي هي المواد اللي ما تقدر تذوب المي، وعندنا الاميونوجلوبيولين الاجسام المضاده مساعد عمليه المناعه والدفاع ضد الميكروبس، وعندنا هماتين شنو عندي؟ الفايبرينوجين اللي هي الماده البروتينيه المهمه على مود عمليه تخثر الدم من يصير عندي جروح. هاي قلنا شنو؟ 55% من الدم هو عباره عن بلازما، هاي مهمه النسبه 55%، نتذكر نص وخمسة، نص وخمسة يعني 50% زائد خمسة. بقت عندي شنو؟ بقت عندي 45%. يقول لك متكونة بها formed element، أوكي؟ اللي هي شنو يعني؟ مكونات متكونة أصلاً، عناصر متكونة، formed متكونة، element العناصر أو المكونة. إيش لقوا؟ لقوا جزء يعني راح أقسمها هاي أغلب 45%. 98 الى 99، شوف النسبة جدا كبيرة، هي اريثروسايت. اريثرو معناه شنو؟ احمر. سايت خلية، وبالتالي خلايا حمراء، خو سهلة، اريثروسايت خلايا حمراء. شبقت عندي؟ بقى عندي 1 الى 20، او العفو 1 الى 2%، يعني نسبة قليلة نوعا ما. من مسكونة؟ مسكونة من ليكوسايت، ليكو ابيض، سايت خليه، وبالتالي خلايا بيض، هذاك اريثرو احمر، سايت خليه، صارت خلايا حمر. هاي ليكو ابيض، سايت خليه، فخلايا بيض. هاي الخلايا البيض هم احنا ماخذين نقسمها قسمين، الخلايا حبيبيه، خلايا لا حبيبيه. الجرانيولو يعني حبيبي، اوكي، الجرانيولو حبيبي، سايت خلايا، بالتالي هاي خلايا حبيبيه. اما اذا حطنا اي اللي هو اجرانولوسايت يعني اللا حبيبيه، هاي الاي تمثل لي اللا،
اوكي، فصارت عندي ليكوسايت خلايا الدم البية تمثل لي خلايا حبيبية سحلية جرانولوساي، والخلايا اللا حبيبية اللي هو اجرانولوساي. وش بيها همانتين ألقى بيها بليتلت؟ شنو بليتلت؟ معناها صفيحات دموية. همانتين مغلية صفيحات دموية كلش مهمة بعملية تكوين الخثرة، تكون لي خثرة أولية، بعدين قلنا هذا الفايبرينوجين، قلنا هذا البروتين اللي قابل البلازما راح يساعد البليتلت حتى يكون لي خثرة ثانوية، وهاي التفاصيل كلها ناخذها بالمحاضرة الجاي. تمام، فهسه ظل ببالي شلون اقسم اني البلاد، لما يقولي شنو مكونات البلاد راسا تجي ببالي نص وخمسه اللي هي 55% بلازما اللي هو جزء الماء الجزء السائل من الدم. اهم شغله ما ننسى انه 90% ووتر 90% مي، والباقي الاساس اللي لازم نتذكره الطلاب هو البروتين. صراحه كلش مهم البروتين. قلت لك كم نوع بروتين القاها بالبلاد؟ قلت ثلاثه، سواء قلت لك بالبلاد او بالبلازما، احنا اتفقنا البلازما جزء من البلاد. فأني منقسمت الدم إلى خلايا وإلى بلازما، فقلنا بلازما كم نوع بروتين؟ ثلاثة، ألبومين، بروتين ألبومين، عندي بروتين اللي هو الإميونوغلوبيولين، وعندي بروتين اللي هو الفايبرينوجين. لما نسألك شنو الخلايا الموجودة بالدم تقول لي ثلاثة، هم ثلاثة، الإريثروسايت خلايا دم حمر، الليكوسايت خلايا دم بيض، وقلنا ايش عندي؟ عندي البليتلت اللي هي من اللي هي الصفيحات الدموية. لما اقول لك شنو انواع الليكوسايت، شنو انواع خلايا الدم البيض، شو تقولي؟ تقولي هنا قسم من قسمين، الجرانولوسايت معناها خلايا حبيبية، الاجرانولوسايت خلايا لا حبيبية. هاي خلصنا منه. زين، ممكن شي يجينا السؤال انه انطيني مضجين ام سي كيو اللي هي خيارات، شي يقول لك؟ يقول لك من هي الحبيبية من هي لا حبيبية، لازم نحفظها. شوف الجرانولوسايت الحبيبية عندي ثلاثة، والأجرانولوسايت اللي هو اللا حبيبية عندي فقط اثنين. تمام، فهنا اللي عندي اللي يعني تكون بيها حبيبات، شو راح أقول بيها؟ أول شغلة البيسوفيل اللي هي الخلايا باعوا بيسو معناها قاعدية، ويعني خلايا محبة للقاعدية. ليش؟ أقول لك راح أشوفها لونها أزرق، يعني لما نشوف صوره للدم حسب لونها شافوها لونها يبين لونها ازرق. فش قالوا هاي بيسوفيل، يعني تحب القاعده، تحب البي اتش العاليه، فتمام تنصبغ لونها ازرق. فش يصيح لها هنا؟ يصيح لها البيسوفيل الخلايا القاعديه. عندنا همتين ايوسينوفيل، ايوسينوفيل يعني شي يحب يقول لك تحب الايوسين اللي هي صبغه تنصبغ لما البي اتش قليله، يعني تنصبغ للمواد الحامضيه. فش اشوفها هنا؟ أنا اشوفها لونها وردي. تمام، وعندي نيتروفيل، نيترو معناه متعادله، لا هي قاعديه ولا هي حامضيه، فش يصيح لها نيتروفيل. فبالتالي خلايا حامضيه قاعديه والعدله. تمام، حامضيه ايوسينوفيل، قاعدية البيسوفيل، والحامضية أو العدلة اللي هي نيتروفيل. فجماعة الفيل كلهن هن شنو؟ هن جرانولوسايت. فكل شيء غير الفيل، هيش نتذكر الفيل، كل شيء غير الفيل هو أجرانولوسايت، يعني لا حبيبي. اللي يشمل شنو؟ المونوسايت هو الخلايا الوحيدة. تمام، مونو يعني وحيدة، سايت. أوكي، عند اللمفوسايت، اللمفوسايت معناها الخلايا الليمفيه، هم عتين ماخذيها البيها نوعين، خلايا ليمفيه بائيه اصيح لها بي سيل، خلايا ليمفيه تائيه اصيح لها تي سيل. هاي مهمه بالجهاز المناعي. فهسه نتذكر، نرجع نعيد، اول شغله من اقول لك الدم من يتكون قولي جزء A. اول شغله البلازما، ثاني شغله قولي سيل، خلايا سيل يعني خلايا. طلاب لما اقول لك اوكي صار عندي هسه بلازما، صار عندي خلايا، اقول لك بلازما شو تمثل؟ تقول لي هو الفلويد بارت اوف بلاد، يعني الجزء السائل من الدم. مين يتكون؟ سهله، هو لانه الشاط قلنا فش بي، بي مي، بي ووتر 90%، بي بروتين. تمام، ذن من ضمن البروتين راح اقول لك منو؟ تقول لي البومين القارب اللي راح يشيل مواد المذوب بالمي، راح تقول لي اكو اميونوغلوبولين اجسام مضاده، راح تقول لي عندي فايبرينوجين ساعدني بالخثره. اوكي خلاص معدها. قل لي اكو هرمونات، اكو غذاء نيوترينت، اكو ويست، اكو فضلات راح ناخذهم، اكو الكترولايت يعني معادن او عناصر، واكو غازات. اوكي صراحه اشيكم شنو الغازات. هاي خلصنا بلازما. قل لك الجزء الثاني ايش قلت؟ تقول لي 45% هو سيل، هو خلايا. كم نوع خلايا عندي بالدم؟ عندي ثلاثه، خلايا حمر قلنا اريثروسايت، نحفظ اريثروسايت حمر، ليكو اللي هو ابيض، ليكوسايت خلايا بيض،
وبليتليت اللي هي صفيحة. زين أقول لك خلايا دمي بيض كم نوع؟ عندك الاثنين. إذا كان بيها حبيبات هاي جماعة الفيل، تمام، نتذكر الفيل اللي هي من هنا الإيوسينوفيل والبيسوفيل والنتروفيل، أوكي، هاي جماعة الفيل كلها حبيبية. أما لا حبيبية هن اثنين، مونوسايت الوحيدة، وعندنا اللمفوسايت الليمفية. لمفوسايت بها نوعين، بي خلايا بائية، تي خلايا تائية. هذا صحيح احنا طولنا بيه بس ما يضيع طلاب، لانه سيشوفون محاضرتنا كلها عند الني، تمام. فبالتالي كله احنا تقريبا ربع ساعة بسلايد واحد بس، شنو بس راح نغطي المحاضرة كلها، اوكي. فهسه لما اجيبك سؤال، شنو هو الكومبيننت اوف ذا بلاد؟ قلنا هاي اول اوبجكتيف. شنو هي معناه كومبيننت؟ المكونات. انطيني مكونات الدم. ايش راح تقلي؟ حفظوا، قل لي 55% 5.5 بلازما، 45% سال خلايا، وهاي الخلايا نفسها قلنا 98% 99% نفس معدلاتكم. هي شنو؟ هي الريد بلاد سال، يعني خلايا دم الحمر، والباقي 1 إلى 2 اما يكون اللي هو الوايت بلاد سال خلايا دم بيض، او شيء يكون بليتليت اللي هي الصفيحات، تمام. فهسه راح نحكي في شي. قلنا شقد تمثل البلازما؟ 55%. شوفوا قلنا الجزء الأصفر أغلب الأحيان يكون لونها أصفر، هي الشط. بهذا الشط شو راح ألقى؟ ألقى خلايا. الخلايا الأساسية اللي هن منه اللي هي ريد بلاست سيل، تمثلي كأنه النسبة الكاملة الباقية هي ريد، ريد أحمر، طلاب بلاد يعني الدم، سيل خلايا، فصارت خلايا الدم الحمراء، أوكي. ش عندي هنا؟ عندي خلايا وعندي الدم وعندي الأبيض، فصارت هاي وايت أبيض بلاد دم سيل خلايا، فخلايا الدم البيضاء حمراء وبيضاء. هذه اختصروها شنو طلاب؟ RBC. راح نشوفها هوار، هاي شو اختصروها؟ WBC، أوكي. فقلنا هذني الحمر هن خلايا دم حمر، وهذني اللي هن الخلايا الدم البيض اللي قلنا شقد؟ قلنا عندي 5 3 جماعة هاي وهاي وهاي، باعوا بيها حبيبات، قلنا جماعة الفيل هذني حبيبية، والما بيهن فيل هذني لا حبيبية. وش قلنا بيها؟ بليتلت اللي هي شنو معناها؟ الصفيحات الدموية اللي احنا ماخذيها اكيد بالاعدادية، معناها اللي تساعدني بعملية التأخثر. شوفوا كلونها ابيض وشوية قليل احتاجها بالدم بالحالة الطبيعية، يعني ما احتاج اسوي خثرة بالدم، اوكي. فذني مكونات الدم. زين بس نجي نقرأ السلايد. يقول لك الكومبوننتس يعني مكونات of blood، مكونات الدم شنو؟ يقول لك the blood، الدم، is a mixture، هو مزيج، mixture مزيج، of cellular components. components مكونات عرفناها، cellular خلوية قلنا بيها خلايا، فش متكون cellular components؟ مكونات خلوية بيها خلايا. suspended يعني وين مغروسة أو تسبح ان ذا بلازما، تسبح وين؟ بالبلازما. قلنا 55% مثل ما حكينا. ايش تعتبر؟ از ا تايب، هي نوع اوف كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو هذا معناه تيشو نسيج، كونكتيف ضام، هم ماتين ماخذين. تذكرون من شنو نقول؟ عندي نسيج الضام المتخصص مثل عظام وعند الدم وكذا، فهذا نوع من الكونكتيف تيشو، من النسيج الضام. سينس يقول لك ليش اعتبرت نسيج الضام؟ لأنه it is formed، راح يتكون أو تكون وين؟ in البون مرو، البون عظم والمرو نقي العظم، همتين نعرفها. فبالتالي هو عبارة عن cellular components اللي هو مكونات خلوية موجودة بالبلازما. من يكون لياها؟ يكون لياها البون مرو نقي العظم، وبالتالي شو صحيح لها؟ صحيح لها connective tissue. ممكن يجينا سؤال الدم شنو نوعه؟ نقول connective tissue نسيج ضام. زين قلنا من يسكون لما يقول لي شنو هن الخلايا؟ هن 3، تمام. قلنا شنو؟ erythro احمر سايد خلايا، فقلنا نختصرها ال RBC، جايتني من red blood cell خلايا دم حمراء. قلنا اكو حمراء لازم اكو بيضاء، اللي شنو نصيح لها؟ ليكو معناها ابيض باللاتينو، اوكي. سايد خلايا، فبالتالي صار عندي وايت بلاد سيلز خلايا دم بيضاء. قلنا ايش عندي؟ عندي بليتليت اللي هي الصفيحات. ممكن شو اسميها؟ اسميها ثرومبو. ثرومبو معناها خثره طلاب. سايد خلايا معناها خلايا خثره،
خلايا تساعدني حتى أكون خثرة، فش يصيح الثرومبوسايت اللي هي الصفيحات الدموية. هاي نحفظ النفس اسمنا مهمة، بالأكيد إنه موجودات ببلازما قلنا 5.5 اللي هي شنو؟ أو نص وخمسة، 55%. زين توتال بلود فوليوم، لما أريد أن أحسب المجموع التوتال الكلي البلود الدم الفوليوم الحجم، وبالتالي شقد حجم الدم بجسمي، يقول لك تقريبا شوف وزن الإنسان 8% of body weight، وزن الجسم يعني 8% من وزن الجسم. أوكي، كان يكون مثلا واحد وزنه 100 تقريبا 100 كيلوغرام، تقريبا راح يكون 8% من عنده، يعني ايش قد يطلع؟ يطلع تقريبا فد ياخذ فد 8 لتر. اوكي، فبالتالي شنو عندنا؟ يقول لك حسب وزن الجسم، يعني ماكو قاعده ثابته، لانه احنا اكو ناس سمال، ناس كبار، ناس كبار، ناس صغار. اوكي، فيقول لك حسب وزن الانسان ايش قد اخذ نسبه 8%. فايش بيها؟ يقول لك هو مثلا اذا كان عندي 5.5 لتر من الدم، تمام، فش راح القى؟ قلنا القى نصه وشويه هو بلازما، فقل لك 2.75، تمام، يعني 3 إلا ربع. يعني تخيل عندك 5 لترات ونص، 3 إلا ربع لترات هي بلازما. ليش قلنا 55%؟ اوكي، فيقول لك يعني 3 لترات إلا ربع من اصل 5 لترات ونص of the blood من الدم is بلازما، هو البلازما. الريمينينج الباقي، زين الباقي شنو؟ از ذا سيلولر بورشن، هو الجزء الخلوي، بورشن جزء سيلولر خلوي، يعني يكون عندي خلايا دم حمر، خلايا دم بيض، وصفيحات دمويه. زين يقول لك انطينا 3 جنرال، جنرال عام، كاركترستيك، صفات اوف بلاد للدم، يعني انطيني 3 صفات عامه للدم. شرح قلت تقول له اول شغله ايش قد درجه حراره الدم؟ قل له درجه حراره الدم 38 سيليزيه از ذا نورمال، طبيعي تمبريتشر، درجه الحراره، يعني قل لك درجه حراره الدم الطبيعيه هي 38 سيليزيه. الهاي يعني عالي، فيسكوسيتي لزوجه، تمام، فيقول لك لزوجته عاليه مقارنه وين؟ مقارنه ويا الماء، فلزوجه عاليه denser than the water، يعني شنو؟ كثافته اكثر، denser than the water، كثافته اكثر من الماء. زين الحامضيه والقاعديه شنو وضعها؟ يقول لك slightly، يعني شويون alkaline pH، يعني قاعديه، تمام، احنا نعرف انه 7.45، اوكي، او 7.3 كانت اللي يعتبرها حامضيه. فشي يقول لك؟ يقول لك تقريبا تتراوح ما بين 7.35 الى 7.45، يعني مايه انه تكون قاعديه. فهو شو درجه حرارته الطبيعيه ايش قدها؟ ممكن تجينا السؤال 38 سيليزيه، ايش بي الفيسكوسيتي؟ لزوجته عاليه، هاي فيسكوسيتي. البي اتش شنو وضع؟ حد قال له شويه الكلاين، شويه قاعديه، 7.35 الى 7.45. زين ايش قلنا البلود فوليوم اللي هو يعني حجم الدم باللتر ايش قد يساوي؟ 8% of the body weight، قلنا من وزن الجسم. لما ناخذ adult معناه بالغ male، يعني رجال بالغ، ذكر بالغ، ايش قد راح القى من جسمه؟ راح القى يحتوي 5 الى 6 لترات، باعتبار ماخذي تقريبا 75 كيلوغرام وزنه، او 70 كيلوغرام اللي هو الادولت ميل. فايش لقوا من وزنه؟ 5 الى 6 لترات من الدم. اما الادولت اللي هي البالغه فيميل، يعني الانثى او المراه البالغه، فلانه مالتها البودي ويت المفروض يكون اقل من الرجال، فايش قد راح نلقى دمها؟ اقل، يكون 4 الى 5 لترات. هاي حفظ الرجال 5 الى 6، المرأة 4 الى 5. زين هسه نيجي لما نقول لي الفاكشنز اوف ذا بلود. فاكشنز معناه وظيفة، اوف بلود اللي هو الدم. شوفوا طلاب، انا عندي هاي اوعية دموية هواي بيها كريات دم حمر، قلنا بيها بليتلت وايت بلود سيلز، شو تسوي؟ يقول لك الدم اول شغله وظيفته ناقل، ايش ينقل؟ ينقل الاكسجين. احنا الاكسجين مالتنا وين نلقاه؟ نلقاه بالدم. يقول لك الى قدره انه هذا، هاي جزيئه الدم، يعني كل خليه دم واحده اللي هي ريد بلود سيلز، طبعا الاكسجين يرتبط بالريد بلود سيلز، بالخلايا الدم الحمر، بها هيموغلوبين، صبغه اسميها هيموغلوبين، تمام، كل هيموغلوبين بها 4 مكانات يجي يرتبط بها الاكسجين، فوق او تو هنا او تو هنا او تو هنا. اوكي،
فكل جزيئة هيموغلوبين بها جزيئات أكسجين، فبالتالي كل خلية دم واحدة تشيل قد جزيئات من أكسجين؟ 4. أوكي؟ فش تسوي؟ الدم يروح ياخذ من الرئة عبارة عن عملية تبادل غاز، ياخذ دم وأكسجين، يعني دم بأكسجين، ويروح يوزع للنسيج. أنا جسمي يريد دم بأكسجين، شو يسوي؟ يلملم ثنائي اكسيد الكربون، يعني شلملي لملي سي او 2 اللي هو الفضلات ما تتنفس، وين وداها؟ رجعها للرئه، قلها طلعي ليها البراء عن طريق الزفير، تمام؟ فش سوى؟ نقل الدم، جاب لي الاكسجين الجسمي واخذ ثنائي اكسيد الكربون من جسمي. شو سوهمت؟ احنا بناكل اكل طلاب، راح ناكل عن طريق الفم ويفوت بالمريء وبعدين بالمعده وينهضم ويوصل للامعاء، تصير لعمليه الامتصاص. هم سألتوا نفسكم من امتصنا وين اودي؟ فيقول لك انا مو كل المواد الغذائيه اخو اخليها بجسمي، اخذ بس المفيد والغير مفيد اطرحه. فايش راح يسوي الدم؟ الدم اكو، يعني تخيلوا استها مثلا الامعاء داير مدايرها، اكو اشعيرات دمويه هواي، اوعيه دمويه هواي، ايش تسوي؟ تلقف الاكل، الجزيئات الاكل الناعمه المفيده وين ترجعها؟ ترجعها للدم. فايش راح يلقف؟ راح يلقف نيوترينت من الامعاء. شو يسوي؟ إذا شاف صار عندنا بجسمنا مواد غذائية سامة، مواد غذائية ضارة، أنا ما أريدها، فش راح يسوي هذا الدم؟ يقول لك مثل ما أنا جبت له من الأمعاء خلي أصفي. شو راح يسوي؟ راح ياخذ من جسمي المواد السامة، المواد الضارة، وين يوديها؟ يوديها للكلية، هاي تقولش طرحيها، فراح تصفيها الكلية، راح تقول له خلينا نتفاهم، مو كل شيء خو أنا راح أطرحها، خلي أتأكد إذا كانت مادة ضارة ومادة زايدة عن الحاجة أطرحها خارج الجسم عن طريق البول، تمام؟ فراح تصفي الكلية الدم من المواد الضارة وطرحها عن طريق البول. مرات لا، الدم وين يوجه المواد السامة؟ للليفر، للكبد، يقول لي أنت صفي لي، هم الكبد راح يصفي وهم يطرحها لبرا. فيعني صار عندنا هسه شنو ببالنا وظائف؟ إنه أول شغلة نقلل الأكسجين الجسمي وأخذ عندي CO2، نقلل المواد الغذائية المهمة من الأمعاء إلي والدانيان، ونقلل الفضلات للكلية أو للكبد وطرحهم خارج الجسم. بالإضافة إيش قلنا؟ قلنا بهرمونات ويحافظ على درجة الحرارة، يعني إحنا درجة حرارة جسمنا هي نفس درجة حرارة الدم. إذا كان دمنا بارد إحنا راح نبرد، إذا كان دمنا حار فإحنا راح نحتار، أوكي؟ يعني يعتمد درجة حرارة تدفق الدم. فأنا بالسهولة سويت لكم هذا، تمام؟ هذا الرسم. فلما نقول لك الفكشن اوف ذا بلاد، يعني وظيفة الدم، مش راح نقول له وظيفتي. أول شغلة ترانسبورت، هو نقل، هو الوظيفة المهمة مالته ينقل، قلنا ينقل O2 CO2، ينقل النيوترينت، ينقل فضلات. فش راح ينقل؟ ينقل النيوترينت المواد الغذائية مثل ما قلنا يجيبها من الأمعاء، بنشيل مسؤول عن الكترولايت اللي هي العناصر مثل الصوديوم مثل الكلورايد وإلى آخره. ينقل لي الاوتو الاكسجين والسي او 2 ثنائي اكسيد الكربون، ينقل لي الويست برودكت، ويست معناه الفضلات اللي هي النواتج مالت الفضلات، وينقل لي هرمونات. قلنا وين القى الهرمونات؟ قلنا بالبلازما، شوفوا النيوترينت والالكترولايت والغازز والهرمونات، وذني كلها راح تلقاها جزء من البلازما مثل ما حكينا. هاي اول وظيفه هي عمليه نقل، ينقل مواد غذائيه، ينقل هرمونات، ينقل غازات، وينقل هماتين عناصر. يقول لك إلى وظيفة الآخر هو البروتكشن اللي هي الحماية، الديفنس الدفاع، فبالتالي وظيفته يحمي ويدافع. شلون؟ يقول لك أول شغلة راح يدافع ضد الفورين أورجانيزم، يعني الفورين غريب، طب تمام، فورين أورجانيزم كائن، أي كائن غريب، سواء فيروسات، بكتيريا، طفيليات، تمام، فطريات، كلها راح يهاجمها، صحيح؟ الفورين أورجانيزم راح يساعدني انه يحمينا من الانجري اللي هي معنى الضرر، والانفكشنز اللي هي العدوى. ليش؟ ان بي خلايا، قلنا خلايا الدم البيضة اللي يساعدني بالدفاع عن الجسم ضد العدوى، وبي منه قلنا الاميونوغلوبولين الاجسام المضادة. إلى علاقة بالكلوتينج بروسيس، كلوتينج معناه تخثر، بروسيس عملية، يعني إلى علاقة بعملية التخثر. شلون؟ قلنا بي الفايبرينوجين خو ما نسينا، قلنا بي البليتلت الصفيحات الدموية. نسأل نفسنا طلاب ليش العلاقة بالكلوتينج بروسيس؟ قلنا أول شغلة بالصفيحات الدموية، ثاني شغلة بي فايبرينوجين، يحافظ على البودي تمبرتشر، بودي جسم، تمبرتشر حرارة، درجة حرارة الجسم. احنا مو قلنا هو 38، هاي 38 تمثل درجة حرارتي ترى، فممكن إذا قل الدم راح أبرد، إذا زاد الدم راح أسخن، أوكي؟
ويسوي له regulation of the pH. regulations يعني ينظم ال pH اللي هي مقدار الحامضية. قلنا يحافظ لياها slightly alkaline إنه 7.35، وهي كلش مهمة لأنه أقولك أكو إنزيمات ما تشتغل إذا كانت ال pH مو بهذا المستوى، تمام؟ فهو يسوي لي ينظم لي regulation of the pH، هاي الوظيفة. زين قل لك مرات شو نسوي السنتري في جيت، شنو السنتري فوقت؟ قل لك وعملية طرد، يعني شنو؟ يجي أسحب من المريض، أخذ أكيد شايفين يعني إنه يسحبون مرات من عندكم أو يسحبون عندكم دم، تمام؟ فمن يروح يسحبون عندكم دم يحطوه بتيوب اللي هي هاي، يعني شوف قل لك وذ دراول سحب البلاد، وذ دراول سحب البلاد الدم and place in the tube، أخليه بهذا التيوب بهذا القرص، تمام؟ أو بهاي الشيشة. فهنا شو اسوي لها؟ اخليها بهذا الجهاز اسميه طرد مركزي. هذول مثلا يروحون يزرعون بلازما، يحقنون بلازما او يسوون تحاليل مال الدم، فهذا الجهاز راح يفر هذا التيوب ويرتب المكونات مال الدم حسب الكثافه مالتهم. يقول لك اثقل اليو اثقل القوم اخرهم، شنو يعني؟ يعني اثقل خليه، اثقل ماده كجزيئه يعني كوزن او كثافه تحطها اقل، يعني بالبدايه تنزل لجوا، دائما الثقيل يهبط، تمام؟ شلون تصعدين هاي اللي بيها ملاعب نسيت شنو اسمها، واحد يقعد بهاي الطرف واحد يقعد بهاي الطرف، السمين دوم والثقيل وين؟ هو اللي ينزل جوا والرفيع يطفر. فاحنا نقول لك هاي الجهاز الطرد اللي يسوي البلاد سامبل للعينه مالت الدم راح يفصل لي مكونات الدم حسب الكثافه مالتهم حسب الوزن مالتهم، تمام؟ فشوفوا فرب هذا الجهاز ورتب لي فصل لي. طاني جزء فوقاني لونه اصفر، نتذكر الاصفر قلنا شنو هذا؟ البلازما، قلنا الجزء المائي الفلويد بورشن، جزء السائل من البلاد. وانطاني في الجزء بالنص صغير مني هيك يصير مثل الفقاعات كلش خفيف، هذا شو صح له؟ صح له البوفي كوت. بوفي يعني هيك شلون نقول يعني صايره مثل قطنايه، اوكي؟ واكو جزء جوا هذا الثقيل لونه احمر، هذا شيء لك يقول لك الاريثروسايت، خلايا الدم الحمر. خلايا الدم الحمر هي اثقلهن، هي الثقيله ماكو مثلها، اوكي؟ فتقوم اكثر شيء هي جوا الصيد. فمن يجي انا ورا عملية الطرد وخليت التيوب يفر ورتب لي حسب الكثافة والوزن، فشفت اقل واحد كثافة منه، قلنا اقل واحد كثافة اللي هو البلازما، فهذا ويا البلازما هذا الاصفر كله البلازما. ايش قلنا قد يمثل لي مهمة؟ 55% من الدم هو بلازما. يقول لك هو الليس يعني الاقل دنس كومبوننت، اقل مكون كثافة، دنس كثافة يعني هو اخف، فصار اول شيء يعني هو الخفيف الرفع لفوق. الورا يجي هو البوفي كوت. البوفي كوت لما اقول لك البوفي كوت ايش تشمل؟ تقول لي تشمل لي شغلتين، الليكوسايت اللي وش قلنا الوايت بلس سيلز خلايا الدم البيض، وش يشمل؟ يشمل البليتلت اللي هي الصفيحات اللي هنا قلنا اثنات مثل اللي اقل من 1% اوفر هول بلاد الكل الدم هول كل، تمام؟ في سهلة اول شغلة بلازما، بعدين الليكوسايت والبليتلت، وقلنا اثقل القوم اخرهم اللي هو من هو اللي هو الاريثروسايت. ليش اصيح له؟ اصيح له الريد بلاد سيلز خلايا الدم الحمر هي الثقيله، فتبجين وين تلقاها؟ بنهايه التيوب. ايش قد تمثل؟ قلنا 45% من الهول بلاد، مو قلنا من كل الدم، يعني ايش قد تقريبا تمثل 45% من كل الدم اللي هو 100%. اخذ من عنده 55 البلازما وبقى 45 اخذها الريد بلاد سيلز، بقايا نسبه كلش قليله. شو يقول لك؟ يقول لك هذا سحنا الهيماتوكريت، يعني ما اقول لك هيماتوكريت ما تصفن، تعرف الهيماتوكريت قصدي الجزء الاخير من التيوب، يعني ايش قد عندي؟ يعني بمعنى ثاني الهيماتوكريت يقيس لي كميه كريات الدم الحمر موجوده بالجسم. يعني لما اقول لك الهيماتوكريت قليل راح تقول لي معناه خلايا الدم الحمر قليله، من اقول لك الهيماتوكريت عالي ايش راح تقول لي؟ معناه خلايا الدم الحمر عاليه، اوكي؟ فيقول لك هذا الموست دنس كومبوننت يعني هو اكثر كثافه هو الدم، فاول واحد يشوفه البلازما وراه خلايا الدم البيض والصفيحات، واخر شغله هو خلايا الدم الحمر. يقول لك لما يسوي سيبريشن اوف ذا كومبوننت، مثل ما حكينا شلون اسوي فصل، سيبريشنز معناه فصل، افصل المكونات. قلنا اول واحد اللي هو الليس دنس الاقل كثافه والاقل وزن سميناه بلازما الجزء الاصفر اللي هو مثل 55%. قلنا وراه يطلع عندي هذا الجزء سميناه البوفي كوت اللي هو خفيف، قلنا شبيه بشغلتين، ببليتلت صفيحات
بيوات بلسات خلايا دم البيض قلنا أقل من 1%. قلنا أقلهم منه اللي هو الهيماتوكريت. قلنا الهيماتوكريت معناه قصد الريد بلسات اللي قلنا هاي تمثل 45%. نفسها صح لها الباكت سال يعني المتجمعة اللاطشة واحدة ويا الثانية. فمن أقول لك هيماتوكريت ومن أقول لك باكت سال لازم تعرف شنو، لازم تعرف قصدي قد عندي خلايا دم حمر. زين هسه خلصنا من البلاد بشكل عام. قلنا بي قسمين، البلازما اللي هو 55% البلازما. قلنا شنو مكوناته شنو وظيفته. ليش قلت لكم السلايد الاول تعبنا بس مهم لانه الحكي كله معاف وشفته. فيقول لك البلازما is the fluid يعني هو السائل portion الجزء of the blood للدم يعني هو جزء السائل من الدم مثل ما قلنا. It's contain راح يحتوي على شنو؟ يحتوي على بروتين هم حكيناها، يحتوي عن inorganic معناها لا عضوي and organic عضوي substance مواد يعني يحتوي على مواد عضوية ولا عضوية. If left stand إذا عفته وحدة راح يصير له it will clot راح يتخثر. ليش يتخثر؟ قلنا بي fibrino جين وبي كلوتينج فاكتور عوامل التخثر. فإذا تعوفه ويا الفايبرينوجين ما تفصل عنه راح يتخثر. يعني انت مجرد تسحب بلازما من شخص تعوفه شوية تجي تلقاه متخثر بعد ما يفيدك. فشي يقول لك شو تسوي بهاي الحالة؟ نسوي روموفينج يعني راح تزيل ذا الكلوتس. يقول لك روموفينج ذا الكلوت يعني تشيل الخثرة والليف ذا سيروم راح يعوف لك شيء اسميه شو اسمه اسميه السيروم. فالسيروم هو نفس البلازما بس مخرج من عند العوامل اللي راح تخثره. اوكي هذا مهم. اذا قال لك شنو الفرق ما بين البلازما والسيروم شو تقول؟ تقول البلازما بيه كلوتينج يصير تخثر والسيروم without clotting ما بيه تخثر. يقول لك هاي سيروم which is identical يعني مماثل طبق الأصل to بلازما يعني السيروم هو نفس البلازما. يقول لك identical in it is constituent يعني بمكونات. يقول لك كلش مماثل constituent مكونات except ما عدا شنو الفرق بيناتهم. يقول لك fibrinogen ما بي هذا السيروم ما بي fibrinogen اللي هو قلنا يخثر لي تمام. ما بي clotting factor clotting تخثر factor عوامل يعني ما بي عوامل تخثر. ليش تشمي عوامل تخثر؟ العامل الثاني صح له بروثرومبين برو قبل ثرومبين خثرة وتالي بروثرومبين. والفاكتر الخامس والفاكتر الثامن هذا نحفظهم نفس اسمنا ما بي fibrinogen ما بي بروثرومبين ما بي فاكتر خامس ما بي فاكتر ثامن. هذا الثامن وهذا الخامس. بس لما يسألك شنو الفرق ما بين البلازما والسيروم شو تقولي؟ تقولي البلازما انه بيها الكلوتينج فاكتر وبيها بروتين وبيها هرمونات والى اخره. السيروم قولي السيروم سيم از ذا بلازما يعني نفس البلازما ما عدا ما بي فابينوجين ما بي كلوتينج فاكتر ما بي عوامل تخثر. يقول لك نفس الوقت also أيضا the serum هذا السيروم هذا higher يعني أعلى quantities معناه كميات أعلى of the serotonin. serotonin هو عبارة عن هرمون تمام. يقول لك بكميات السيروتونين أعلى. ليش؟ يقول لك سيروتونين يعتبر vaso vaso معناه يعني أوعية دموية كونستراكتر معناه تقلص وبالتالي هو هرمون يساعد لي بتقلص الأوعية الدموية. إذا كان وعاء دموي هيجي راح يتقلص راح يقلل الدايمتر يقلل نصف القطر مالته. قلك because بسبب of the breakdown يعني تكسر of the platelet الصفيحات. شوف احنا مو قلنا انه ما بي clotting factor فالclotting factor اذا ما عمل تخثر الصفيحات راح تتكسر ما احتاج اسوي خثرة تمام. فقلت من تتكسر الصفيحات ايش تنطيني سيروتونين يسوي لي فازو كونستراكشن. It is similar to يشبه and exchange يعني راح يتبادل الفلويد السوائل with interstitial fluid. interstitial fluid يعني السوائل الموجود ما بين الخلايا تمام. is matrix الماتريكس مالت يعني المادة البينية الخلوية مسكونة شنو مسكونة of the formant element من عناصر هي اساسا مسكونة قبل. اوكي زين شنو هي مكونات البلازما الكومبوننت اوف ذا بلازما المكونات همتين اخذناها وحكيناها نرجع نعيد. قلنا البلد بلازما كونسيست اوف 90% شنو ووتر 90% مي هذا الجزء الاصفر. قلنا بلازما بروتين تقريبا ايش قد بلازما بروتين 6 الى 8 قلنا ايش قد 3 عندي الالبومين
وعندنا الفايبرينوجين وعندي الاميونوغلوبولين. وما ننساه لدينا ثلاثة بإلكترولايت، بها عناصر كأنه يكون الصوديوم الـ Na والكلورايد 1%. أوكي، فشوفوا صار بيها هنا ووتر، صار بيها ماتين بروتين وبيها أيون، يا أيون صوديوم والكلورايد. الأذر كومبوننت يعني مكونات أخرى أذر تشمل النيوترينت، معناه مواد غذائية، أو يا نيوترينت مثل شنو؟ مثل جلوكوز يعني السكر، هذا الأمينو أسيد معناه الأحماض الأمينية. أوكي، بي هرمون، بي هرمونات هما كان راح ألقى به هنا هرمون، مثل شنو عندي هرمون الكورتيزول راح ناخذه إن شاء الله، والثايروكسين وهرمونات انطنيال الغدة الدرقية. بي ويس، بي فضلات، الفضلات قلنا ما احتاج نوديه للكلية حتى تطرحن بالبول، مثلا اليوريا، اليوريا كلش سامة كلش خطيرة ما اقدر اخليها بجسمي فهو يطلع ليها. بيها بلد غازز، بيها بلد دم غازز، غازات، غازات الدم قلنا هاي مثل شنو عندي سي او 2 ثنائي اكسيد الكربون والاوتو اللي هو اكسجين، وهذا اللي كنا حكيناه. زين، شنو الانفكشنز مات البلازما الوظيفة؟ احنا خدنا وظيفة الدم قسمناها ترانسبورت نقل، قسمناها ديفنس او حتى يكون انه بروتكشن حماية ودفاع. هسه وظيفة البلازما، كل جزء من البلازما يقلك في وظيفة، احنا مو قلنا 90% من البلازما هو ووتر، فيقلك الووتر المي شنو وظيفته؟ ليش رب العالمين خلنانا مي هواي بالبلازما؟ يقلك ترانسبورت نقل ميديم، ميديم يعني وسط الناقل، الوسط اللي راح تنتقل به هو الشط، راح تسبح به الناس، راح تمشي به السفينة، فبالتالي يسويك ترانسبورت ميديم الوسط الناقل. والكاريز الهيت يشيل الحرارة، كاريز يعني يشيل الحرارة، الهيت الحرارة يعني هو ينظم لي درجة الحرارة الماء. الإلكترولايت قلنا شنو ذن العناصر؟ كأن تكون شنو قلنا؟ عنده صوديوم وعنده كلورايد. أوكي، يقول لك هاي وظيفتها الميمبرين الغشاء اكزايتابيلتي يعني الاستشاره او الاثاره مات الغشاء اللي هو مهم بعدين تاخذوه بالميمبرين والريسبتر يعني بالاغشيه والمستقبلات، مهم حتى يطلع ايونات ويدخل ايونات، والميمبرين راح يسوي لي في شيء يسميه اكشن بوتنشال اللي راح يخلي الغشاء القنوات تنفتح او تنسد حتى اسوي تقلص وانبساط العضلات. هذا الميمبرين اكزايتابيلتي اللي هو استثاره الميمبرين الغشاء. الاوزموتيك ديستريبيوشن انه شو يسوي؟ الى علاقه بالتوزيع التناظحي، التناظحي شنو طلاب؟ مثلا انا هنا عندي بالدم عندي مكونات وعندي انترستيشال هي يعني التشو النسيج الخارج الدم، فيصير بينات تبادل يعني يطلع ماي ويدخل ماي. اوكي، فهاي عملية لازم تكون متساوية، يعني المي يطلع لي من الأوعية الدموية لازم يساوي المي يدخل لي بالأوعية الدموية، حتى ما يورم الوعاء الدموي ولا يورم عند النسيج ويسبب لي وذمة. فيقول لك مسؤول عن osmotic distribution، توزيع التناظحي of the fluid للسوائل between ما بين الاكسترا fluid اللي هو معناه السوائل، اكسترا معناه خارج، سيلر خلوي، بالتالي السوائل خارج خلوي يعني سوائل خارج الخلايا، and intracellular fluid اللي هي انترا داخل سيلولار خلية fluid سوائل يعني إلى علاقة بتنظيم التوزيع التناظحي ما بين خارج الخلية وداخل الخلية، وكلها راح نأخذها المحاضرات الجاي. أوكي، ويسوي لي buffering، buffering يعني خفف of the pH change، التغيرات pH change يعني حاول ما يخلي pH اللي هنا قلنا المفروض تكون 7.35 إلى 7.45 وما ننسينا، قلك يحاول يحافظ عليها ضمن تغيرات كلش قليلة. إيش بي؟ بي نيوترينتس قلنا مثل الجلوكوز، مثلا بي ويست برو يعني مفضلات مثل يوريا، بي غازز غازات O2 CO2، بي هرمونات قلنا كورتيزول والثايروكسين. هاي قلك no fiction ما لهن وظيفة، just being transported يعني فقط transported فقط ينقلها ما له علاقة، هو بس يوصلها. بي بلازمو بروتين مثل ما قلنا اكو بروتينات الثلاثة، يقلك راح نشوفها بالنكست سلايد يعني بالصفحة الجاية. لما يسألك شنو هي بلازمو بروتين، شنو هي بروتينات موجودة بالبلازما، نجاوبهم مثل اسمنا، بيها البومين، قلنا البومين السفينة اللي تشيلي اغلب المواد المذوب بالماء، بيها الجلوبيولين، الجلوبيولين اللي هي مثل الاجسام المضادة، بيها الفايبرينوجين اللي تساعدني بالتخثر. فيقول لك هذا الالبومين شنو وظيفته؟ حاط لك اياه بين قوسين يعني هاي وظيفه خاصه للالبومين. يقول لك هذا يسوي مينتيننج يعني يحافظ على الكولويد اوزماتيك بالانس، كولويد معناه الغرواني،
أوزمتك معناه شنو؟ تناضحي، بالانس توازن، يعني حافظ على التوازن مات التوازن التناضحي. مثلا هنا عندي وعاء دموي بيها ذن جزيئات الصفر هذا الألبومي، تمام؟ عندي هنا انترستيشيال تشو يعني منطقة خارج، يعني منطقة صار برا الوعاء الدموي. فأنا مو قلت لكم المفروض المي اللي يطلع لي من لبرا يساوي المي اللي يدخل لي لجوا؟ فيقول لك اللي يسحب مي لجوا هو هذا الألبومي. فالمي اللي يدخل لي لجوا أصيح له شنو؟ أصيح له كولويد، تمام؟ أو الأوزموتيك أو البلازما. وعندي لا عندي هايدروستاتيك بروجر اللي هو يطلع لي المي لبرا. فيقول لك الالبومين وجوده راح يحدد لي الكولويد بروجر، يعني ايش قد عندي البومين داخل خليه حتى يدخل مي داخل وعاء الدموي قصدي. اوكي قلنا هم ممكن يسوي لي بوفرنج نفس حكينا قبل شويه، بي تشينج يعني راح يغير يقلل التغيرات الحامضيه. يسوي لي ترانسبورت معناه نقل اوف ماتيريال، نقل المواد ثرو ذا بلاد خلال الدم، ثرو خلال فنقل المواد خلال الدم، كأنه يكون such as water insoluble hormone. insoluble يعني غير مذابة، قلنا مواد غير مذابة ما تعرف تسبح، فراح ينقلها الألبومين كأنه هو الزورة. اشتحتوا على الانتيبوديز، انتي يعني بوديز اجسام مضادة، هاي قلنا مثل شن تشميل الجلوبيولين، تمام؟ هذا الجاما جلوبيولين and the immunoglobulin الIG، هاي همتين حيشنا مسؤول عن دفاع الجسم. بها الكوتينج فاكتور، بها عوامل تخثر، كأن يكون عندي فايبرينوجين، قلنا هذا مهم اشيله حتى احول بلازما الى سيروم. هسه نجي على السيلولار ايليمنت اوف ذا بلود، وهم حكينا ايش قلنا؟ قلنا لما نسيلك شنو الجزء الخلوي تقول لي ثلاثة نحفظهن: ريد بلود سيلز خلايا دم حمر، وايت بلود سيلز خلايا دم بيض، وبيها بليتلت بيها صفيحات، ما عندنا غير هذين الثلاثة الحلوة. فمن مسكونات من الريد بلود سيلز هذا يا باعو، قلنا هذا الجزء الاصفر بلازما ما له علاقه بي، انا اجي اشوفن هذين ذن الخلايا اللي هي قلنا هذا يسوي لي الجزء البنص، قلنا البوفي كاوت اللي هو تشمل لي الوايت بلود سيلز خلايا الدم البيض، باعو اكو حبيبيه اكو لا حبيبيه، قلنا ام الفيل هي الحبيبيه، بيها بليتليت اللي هي صفيحات دمويه، وبيها همتين الريد بلود سيلز اللي هي قلنا تمثل لي 45% خلايا الدم الحمر، اللي هي تمثل لي الهيماتوكريت او الباكت سيل، نفس الشيء نفس المعنى. زين هسه قلنا شنو معنى الهيماتوكريت او نفس اذا قال لك الباكت سيل؟ قلنا لما نقول هيماتوكريت وباكت سيل قصده كميه الريد بلود سيلز، كميه خلايا الدم الحمر اللي راح احصلها بنهايه التيوب. المفروض قلنا ايش قد؟ 45%. اي شيء اقل من 45% اكثر من 45% افكر انه اما عندي زياده بالخلايا الدم الحمر زودت لي الهيماتوكريت، وعندي نقصان بكريات الدم الحمر نقصت لي الهيماتوكريت. فيقول لك الهيماتوكريت شو معناه؟ معناه ريد بلود سيلز الهيفست، الهيفست يعني اثقلهم، قلنا اثقل القوم واخرهم، من هو اثقل القوم؟ هو خلايا الدم الحمر. يقول لك باكد يعني راح تتجمع وين؟ at the bottom يعني بالنهاية السير centrifugation. centrifugation هو قرد المركزي اللي أفرفر بيه التيوب وأفصل المواد، فأكثر مادة أشوفها صارت جوا هاي تمثل لي الهيماتوكريت. كأفرج يقول لك بالمين بالرجال لازم يكون 45% حد، تمام؟ أما بالومن فلا، أقبلها إن تكون ضمن 42 إلى 45. أوكي؟ فبالزلم 45، بالنسوان 42. شو أخذنا بعد أرقام؟ أخذنا أرقام الدم، قلنا 5 لترات 6 لترات بالزلم، 4 لترات 5 لترات بالنسوان. شي يقول لك هذا الهيماتوكريت important معناه مهم clinical، معناه إنه يعني بالتشخيصات مالت الامراض diagnostic marker، يقول لك انه يعتبر علامه مهمه لتشخيص الامراض. شلون يعني؟ اذا قال لي هيماتوكريت قليل يعني خلايا الدم الحمر قليله، رايكم من يسبب لي خلايا الدم الحمر قليله؟ فقر الدم، خطب سهل، هاي سميه انيميا. او يقول لك لا، يقول لك مرات الهيماتوكريت كلش عالي، فش اسميه هذا؟ اسميه عندي زياده بخلايا الدم الحمر، معنى افراد وجود خلايا الدم الحمر هسه راح ناخذها. زين شوف هسه هذا النورمال بلاد، شوفوا هنا قلنا انه تقريبا اذا كان ميل او فيميل جت تكون 37، لا بس احنا نحفظها على ذاك انه 42، واذا كان ميل جت 45، فالمفروض هلقى. فهنا شوفوا بهذا التيوب كلش قليل مقارنه بهذا النورمال. فايش قلنا انيميا معناه فقر دم، انيميا فقر دم. هذا الشيء يقول لك ديبرسد معناه انخفاض
الهيماتوكريت، يعني انخفاض النسبة مات الهيماتوكريت، هذا مثل لي انيميا، فالتالي ساعدني بالتشخيص. اجيت لي هنا شفت شو هذا طالع طول بعش قد فرق، كلش فرق هواي تمام، ها كله فرق. فمعناش عندي increase elevated، معنى ارتفاع، elevated ارتفاع، depressed انخفاض. ف elevated hematocrit يعني ارتفاع بنسبة الهيماتوكريت، يعني عندي red blood cells هواي. هاي شو سميها؟ سميها البولي، بولي يعني عديد، سيميا، سيميا معناه شنو؟ معناه خلايا دم حمر هواي موجودة عندي بالدم، فصح له بولي سيميا. فانيميا خلايا دم الحمر قليلة، بولي سيميا خلايا دم الحمر هواي. فهنا خلايا دم الحمر هواي من اكو كلش هواي، فراح يتراكم انا هواي فيسبب الارتفاع بالهيماتوكريت. فقلنا يفيدني بالتشخيص مثلا اذا قال لي انيميا، قلنا شنو انيميا؟ معناه فقر الدم تمام. فالانيميا هو low percentage يعني low قليل، percentage نسبة، فنسبة قليلة of the erythrocyte، نسبة قليلة من خلايا الدم الحمر، خلايا الدم الحمر هاي red blood cells نسبة قليلة. فيقول لك الانيميا فقر الدم is either، اما يكون بسبب low يعني قليل number، قليل العدد من red blood cells، اما خلايا الدم الحمر هي عددها قليل فعلا، او لا low hemoglobin concentration، concentration تركيز هيموغلوبين، صبغة الهيموغلوبين. يقول لك المسؤولة عن تطين الصبغة مالت الدم ويخلايا الدم الحمر وتشيل الأكسجين هو الهيموغلوبين. فأما ألقى مرات هي خلايا الدم الحمر قليلة أو لا، ألقى خلايا الحمر موجودة بس باهت لونها، يعني الهيموغلوبين قليل. الهيماتوكريتش قلنا الهيفست سيلز يعني أثقل وحدة تصير بنهاية التشوب. فيقول لك هيماتوكريت ايش تشمل لك؟ لما نجيني هيماتوكريت قلنا موصلي يعني اغلبه يكون ريد بلس خلايا دم الحمر، يعني هيماتوكريت اغلبه متكون من خلايا الدم الحمر، بيكوز بسبب they are، لانه هن the most abundant، abundant يعني اكثر تايب، اكثر نوع تايب، يعني اكثر نوع of the blood cells، اكثر نوع من خلايا الدم الحمر. قلنا 99% من البلود سيلز من خلايا الدم هي ريد بلود سيلز، والباقي هو وايت بلود سيلز او يكون بليتلت. زين لما نيجي للبلازما، قلنا شنو البلازما؟ قلنا البلازما هو الجزء السائل من جزء السائل من البلود، يمثل لي 55%. تقول لك كل شيء ما بي دم، خلايا دم، هذا الشيء اعتبره بلازما. يقول لك rest of the blood، rest يعني البقية، فالبقية الدم not occupied يعني شنو occupied؟ ما مشغولة، ما مليانة، ما متروسة by the red blood cells، يعني كل الدم اللي ما بيه خلايا دم حمر. شي مثل لي؟ مثل لي 55% of the whole blood، blood دم whole كل، يعني كل الدم نسبة 55% بلازما. for the male وتمام، وشوفوا 58% بالفيميل، يعني بالنسوان اكثر. فالتالي المال 55% بيه بلازما والفيما 58% بيها بلازما. زين فاحنا ايش قلنا؟ قلنا انه الدم قسمه قسمين، قسم بلازما اللي هو 55% ودا اعيد حتى تحفظون، ويبقى 45% اللي هو الريد بلاس سيلز خلايا الدم الحمر، واقل من 1% هي الوايت بلاس سيلز او البليتلت. فهسه راح نحكي عن المكونات او خلايا الدم اللي هي مين؟ هي الريد بلاس سيلز او الاريثرو. قلنا الاريثرو شنو؟ احمر سايت خليه، بتاعنا خليه دم حمراء تمام. فهسه نجي نحكي عن صفاتها، ما اخذيها طلاب السهله حتى احنا بالاعدادي. ايش قلت لك؟ هي خلايا قرصيه تمام، قرصية الشكل بتكون مقعرة من الوجهين. قرصية اكتبها ديسك، ديسك يعني قرصي اوكي، فتكون ديسك. هاي ديسك قرصية مقعرة، شو اقول عليها؟ اقول عليها الباي، باي يعني من جهتين، باي ثنائية، كونكيف يعني باي كونكيف مقعرة من الوجهين. فشوفوا يعني منا القى طسة وبالجهة الثانية ملقى بيها طسة، كأنه حاطتها بين صابيها وضغط عليها مرتين تمام. فنلقى بيها حفرة من الجزء الأمامي وحفرة من الجزء الخلفي، فشو سمي؟ يسميها قرص مقعر الوجهين تمام. شي يقلك؟ يقلك بيها large surface area، يعني هي وزنها عادي بس شنو الحجم مالت السطح مالتها كلش عالي مقارنة بالثخن مالتها، وهاي بيها وظيفة يقلك يساعد لي حتى تمتص الأكسجين رأسا تمام. يقلك لها قدرة، هاي
خلال قرصية مقعرة وجهها انه تغير شكلها، هذا راح يساعدها انه تفوت بالشعيرات الدموية. احنا ندري عندي دم اللي عندي اوردة وعندي شرايين وبنص شعيرات دموية تكون كلش صغيرة، فتخيلوا خلية الدم الحمراء شلون تقدر تفوت بشعيرات دموية القطر مالتها اصغر من القطر، يعني شلون واحد يسمين يفوت من بابك صيفة. فهي شو تسوي اللوتيا؟ تغير شكلها، تطعج نفسها، تسوي بينجينج يعني تنحني تميل كذا، وبالتالي تتحس روحها وتفوت. هذه يساعدها شنو؟ انه تكون تغير الشكل مالتها. يقول لك ما بيها نواتس، تمام؟ هاي كلش مهمه. ماتشور ريد بلود سيلز يعني خلايا الدم البالغه. ممكن يجينا سؤال هي ايش بيها؟ هي ما بيها نيكولاس، ما بيها نواه. ويجينا سؤال من هي خلايا الدم؟ ما بيها نواه، كلهم بيها نواه ما عدا خلايا الدم الحمر ما بيها نواه. ما بيها اورجانلز. شنو هي الاورجانلز؟ يعني معناه العضيات الحيه، عضيات الحيه اللي تساعدها انه تاكل وتتنفس وكذا، ما بيها همتين، تمام؟ فش يقول لك؟ يقول لك ليش حمراء؟ لان تحتوي على صبغه اسمها الهيموغلوبين. هاي الهيموغلوبين تعطيها الوظيفه الخاصه بها انه شو تخليها؟ تخليها تنقل اكسجين، تمام؟ فمن مسؤول عن نقل الاكسجين بالريد بلود سيلز والهيموغلوبين. يقول لك بالاطفال يكون معدل خليات الدم الحمر يكون كبير، ومن واحد يكبر بعمره تقوم تقل، تمام؟ فبالقبل الاطفال معدل كريات الدم الحمر واحد. فاذا نيجي نترجم هذا السلايد، يقول لك الريد بلود سيلز خلايا الدم الحمر الشيء بالشكل مالته شلون يكون؟ يكون باي كونكيف. باي كونكيف قلنا شنو؟ باي ثنائي، كونكيف مقعر، يعني مقعره الوجهين وجه وفا ديسك قلنا قرصي with large يعني كبير surface area، وهي مساحة سطحية كبيرة surface area مساحة سطحية surface. كان تقدر change shape، تقدر تغير change shape شكلها. non nucleus ما بيها نواه، ما بيها organelles. organelles معناها العضيات الحية. contain تحتوي على هيموغلوبين، تحتوي على صبغة هيموغلوبين. at birth بالولادة أول ما ينولد الطفل. The average يعني المعدل مالت red blood cells count، معدل المستوى أو معدل الـ يعني العدد مالت خلايا الدم الحمر is high، يكون عالي. The number عدد الخلايا الدم الحمر virus يعني يختلف with the age ويا العمر ويا sex اللي هو يكون الجنس يعني مرة أو رجال. And the altitude، altitude يعني المرتفعات، دوم بالمرتفعات العالية يصير عندي زيادة بعدد كريات الدم الحمر. ليش؟ لأن أكسجين قليل فيسوي عملية تعويضية. هسه أشرح لكم إياها. كبرايمري فكشن، فكشن عرفناه إنه وظيفة. برايمري يعني شنو؟ وظيفة الأولية، أهم وظيفة بيه إنه ينقل أكسجين. خلقناه ينقل أكسجين ويجيبه للجسم، يأخذ عنده ثنائي أكسيد الكربون. فيقول لك يسوي ترانسبورت، راح ينقل الأكسجين from، ينقله from the lung، ينقله من الرئة to the cell للخلايا of the body الخلايا الجسم. assist يعني راح يساعد with، يساعد ويا CO2 removal، يساعد هما تنوية إزالة removal of the CO2. شوف هنا شكلها طلاب، إنه قلنا cytoplasm containing hemoglobin، هذا cytoplasm ما تحتوي على hemoglobin. قلنا باي كونكيف ديسك يكون قرصي مقعر الوجه، وذا نون نيكولاس ما بيه نواه ويشيل اكسجين عن طريق شو؟ عن طريق الهيموغلوبين. كيس ستراكشر، ستراكشرز معناه الهيكل، تمام؟ فلما احكي على الهيكل ما تش يقول، يقول لك هي فعلا سمول صغيرونه، بس صغيره ويعني ما يعجبك يفشغك، هي صحيح صغيره بس كل شغلاتها متمايزه، لها قدره تشيل الاكسجين وهي اعظم شيء بالجسم، اوكي؟ فيقول لك هي سمول صغيره and highly specialized. specialized يعني متميزه، highly بشكل كبير يعني صغيره بس متميزه يعني متخصصه بشكل كلش كبير، يعني وظيفه مالتها كلش في شيء. شي يكون الديسك يعني القرص، هذا القرص يكون thin يعني يكون رفيع in the middle، بالنص ألقى رفيع، شوفوا هنا بالنص رفيع. and thicker ويكون أسمك أو أثخن هذا الإج بالحواف، يعني شوفوا هنا بالحافة، شوفوا هنا وشوفوا ما أخذ تقريبا ربعها، يقول لك بالنص يكون رفيع وبالحواف يكون عريض أو سميك. اللايف سباين يعني ايش قد درجه اللايف سباين، ايش قد امتداد حياتك، ايش قد تعيش. مثلا احنا ما ندري يمكن 100 سنه ونموت. يقول لك خلايا الدم الحمر حدها 120 يوم، 120 يوم هي الممنونه تروح برجليها للسبلين للطحال وتقول لك استرني موتني. فلما يقول لك ايش قد عمر الخلايا الدم الحمر، تقول له عمر الخلايا الدم الحمر 120 يوم. فاللايف سباين يعني عمرها ايش قد اوف ذا ريد بلود سيلز اللي بيها لاك للنيوكلاي، يعني قصد الماتشور الناضجة، لاك يعني تفتقد للنيوكلاي، تفتقد للنواة، تفتقد للميتوكوندريا اللي هي بيوت الطاقة، تفتقد
اعتقد للرايبوسوم اللي هي مواقع تكوين البروتينات يقول لك ليف تعيش تقريبا اماوت 120 يوم. هاي مهمة وهاي يسألوها انه خلايا الدم الحمر تعيش 120 يوم وتموت. اوكي زين، شنو الامبورتنس، شنو الاهمية of the red blood cell shape، شو اهمية انه شكلها هيجي والسايز مالتها والحجم مالتها؟ يعني ليش رب العالمين خلق قرصين مقعرة وجهين بالنص ارفع من الاطراف؟ ليش؟ يقول لك اول شغله خلى الهاي يعني السيرفيس تو فوليوم ريشيو، يقول لك المعدل الريشيو ما بين السيرفيس السطح مالته للحجم مالته، يقول لك حجمها صغير والمساحه السطحيه مالته كلش كبيره. يعني شوفوا هي صغيره ولا الحجم، بس هاي المساحه كلها الها. فليش حط رب العالمين انه صار عندها هاي سيرفيس تو فوليوم ريشيو؟ ليش معدل السطح للمساحه او السطح للحجم عاليه؟ يعني ليش المساحة السطحية أعلى من حجمها؟ يقول لك حتى يسوي quickly يعني بصورة سريعة سوي absorb تمتص and release وتحرر الأكسجين. حتى رأسا تلقفها من الرئة يسوي له absorb ورأسا يسوي release تحررها للنسيج تنطنيها. يقول لك ليش لأن الديسك لأن الأقراص ليش يسوون form يعني يكونون stack. stack يعني شون إنه تنحشر. ليش تنحشر؟ ليش يسكون إنه تجي واحدة يم الثانية؟ تمام. يقول لك اللي يسوي السموث يعني راح يسهله او راح يخلي الجريان داخل العقد الدموية بطريقة كلش سموث بطريقة كلش لينة، فراح يلين الفلو يعني الجريان ثرو خلال النرو الضيق بلاد فيزلز البلاد يعني دم فيزلز او عقد دموية، وبالتالي راح يسهله ويخلي انه الجريان خلال العقد الدموية بطريقة كلش ناعمة وكلش سلسة. زين يقول لك ليش الديسك هذا يسوي بيند يعني ينحني ينطبق عند الفليكس وهما كان ينطعج على نفسه؟ انترينج لما يدخل سمول كابيلاريز الشعيرات الدموية الصغيرة. يقول لك انه الله رب العالمين من خلاها قرصية الشكل ومقعرة خلاها قادرية تنطعج وتنحني، هذا يساعدها انه تفوت بشعيرات دموية كلش صغيرة. يعني شوفوا القطر مالت ريد بلود سيلز جيت 7.8 مايكرومتر، تقدر تسوي باس تقدر تمر ثرو خلال قطر 4 مايكرومتر كابيلاري من الشعيرات الدموية، يعني تخيلوا تقريبا ضعف حجمها وتقدر تفوت بيه. هاي شو تسوي بقى؟ هنا حطتكم هاي الصورة، هنا كانت خوش كبيرة تمام بها شيء، هنا سوت سوت انه فليكس هيك ضعفت نفسها حشرت روحها وفاتت بالقطر الاصغر من عندها. تمام زين، اكو بيها شيء اسميه الريد بلود سيلز فريجيليتي. شنو يعني؟ يعني الهشاشة. يقول لك خلايا الدم الحمر كلش هشة، يعني شكلها كلش عادي اغير، يعني ممكن تنفخ ممكن يعني ممكن انه تقدر تغير شكلها. فيقول لك لانه هشة لانه الغشاء مالتها يسمح بمرور المواد يعني المي من والى، فش راح يصير بها؟ اذا دخلت مي راح يدخل وينفخها يسويها دبوية، واذا طلعت مي راح يضعفها ويسويها وحدة كلش ضعيفة. فشوفوا هنا مثلا يقول لك الخلايا الدم المفروض وين تحطها؟ تحطها بايزوتونيك. ايزوتونيك معناه شنو؟ معناه تحطها بسائل، هذا السائل تركيزه مع المواد بي نفس تركيز المواد الموجود في خلايا الدم الحمر. فشي يساوي؟ تخيلوا المي راح يفوت داخل خلية الدم الحمر ويطلع منها همتين. ليش؟ لانه تساوي فمعدل المي يدخل بيها نفس معدل المي يطلع من عندها، هذا نسميه ايزوتونيك. يعني ماكو اختلاف بالتونسيتي، ماكو اختلاف ب الشدة بالتغير يعني بالعناصر ممكن او المواد اللي تزود لي يعني التناضح اللي هو قلنا الاوزمتيك بريشر ضغط التناضح. اما اذا احطها بالهايبرتونيك، هايبر يعني هواي، تونيك يعني عنده فد واحد بيشدة هواي تمام. فهنا شوف تخيلوا حطيناها بفد سائل حطيناها ضمن يعني وسط التركيز مات المواد خارج الخلايا الدم الحمر اعلى من عنده، فالمية اللوقي تمام كلش لوقي المي. يقول لك المي اني اروح للسوائل بيها الهايبرتونيك، يعني وين اكو هايبرتونيك يروح له. فلانه احنا حطيناها بمكان هايبرتونيك فيقوم المي يعوف خلايا الدم الحمر وين يطلع له برا، يروح للهايبرتونيك سوليوشن. فش بيها هنا راح يصير بيها شرينج راح تنكم مش عشان من كم شيء. اما اذا اجيت حطيتها بالهايبوتونيك، هايبوتونيك شنو يعني؟ حطيتها بتركيز بمي او بوسط انه تركيز هنا قليل
مقارنة بالخلايا الدم الحمر. فقلنا المي اللوجي وين اللي يروح؟ يروح بالتركيز الأعلى، راح يروح بالتركيز الأعلى الموجود بالخلايا الدم الحمر، فراح يدخل لها للداخل. فشي يسوي لها؟ يسوي لها يسوي سوينج، راح كلش تورم كلش تنتفخ لحد ما يصير بيها رابتشر، يعني شوفوا تتمزق وتحرر مكونات الداخل. فيعني أنا لما أدخل المي داخل الخلايا الدم الحمر إذا حطيتها بالهايبوتونيك هذا راح يسبب لي انفجار للخلايا سوينج يعني تورم، او اخليها بالهايبرتونيك يعني بتركيز هنا تركيز عالي فتقوم تطلع من داخل الخليه لبرا، هذا يسبب لها شرينك انه هي تكون تنكمش. فيقول لك they are fragile cells يعني خلايا هشه، fragile هشه and their shape وشكلهن is maintained راح تحافظ عليه شلون by the osmotic equilibrium التعادل التناضحي، يعني لازم نحطها بالايزوتونيك، لازم يكون تركيز داخل خلايا الدم الحمر يساوي التركيز خارج خلايا الدم الحمر. فوين ريد بلود سيلز؟ لما نخلي خلايا الدم الحمر ار ميكسد اخلطها وذ هايبرتونيك سوليوشنز يعني بسائل تركيزه عالي مثل هذا they will shrink then راح ينكمش. ليش؟ ان قلنا يطلع المي من عندها. But if mixed يقلك بس إذا خلطتها with hypotonic ويا سائل تركيزه قليل they will swell يعني ورمان يعني انتفخ. قلنا ليش؟ لأن قوما ندخل إلها. أوكي يقلك بالحالتين سواء انتفخت أو سواء بيها shrink يعني غير شكلها، متغير شكلها يعني راح تصير بيها انحلال يعني راح تتكسر. إحنا شو قلنا؟ قلنا رب العالمين خلى شكلها ديسكو باي كونكيف حتى يسوي بيت حتى يسوي فليكس يعني حتى تنحني وحتى تغير من شكلها حتى تمر بالأوعية الدموية الرفيعة. فتخيلوا إذا كانت شيء بعد مغير شكلها وما تقدر يعني تندحس بالأوعية الدموية فراح تتكسر، راح يصير بيها ديستراكشن قبل ما ينتهي عمرها. بيقول لك بالبوث كيسز يعني بالحالتين سواء صار بيها شرينك يعني سواء انكمشت أو سواء سول انتفخت any change in the shape اي تغير بالشكل يعني any change in the shape اي تغير بالشكل will cause راح يسبب الهيموليسيس معناه التحلل او الانحلال. هيمو معناه دم، لايسيس انحلال يعني انحلال شو تتكسر كريات الدم الحمر. قلك example of يعني مثال اللي increase لزيادة increase the osmotic fragility يعني زيادة انه الهشاشة ما تتناضح مثل شنو؟ is congenital. congenital يعني خلقي، واحد ينولد عنده spherocytosis. sphero معناه انه شو يكون كروي، cytosis يعني خلايا دم راح تكون كروية ما تكون قرصية ما تكون مقعرة ما بيها تقعر، لا راح تكون كرة عادية. اللي هو يقول لك الريد بلود سيلز خلايا الدم الحمر ار سفيريكال راح تكون شنو؟ تكون كروية. مثلا هذا يا شوفوا هذا هنا عندي نورمال ريد بلود سيلز، شوفوا شلون صار ديسك قرص مثل قرص ومقعر شلون هذا النيم هذني الحبوب المصري ياخذون على البلاعين نفس الشيء شكلها بالضبط بالضبط تمام. في قلك ما طلع يصير بيها سفيروس هذا تصير كرويه، فبا هنا شلون تغيرت؟ فما راح تقدر اذا كانت كرويه ما راح تقدر تنطعج وتسوي بيندنج لانه مو رفيعه ما عندها خصر رفيع اوكي فراح تتكسر. also قلك ممكن دراج ممكن علاج and infection ممكن عدوى يحفز لتغيرات بالدم من ضمنها أصيح مثلا مرض اسمه deficiency يعني نقص of the enzyme نقص في الانزيم اللي هو G6PD. يقول لك هذا G6PD انزيم مهم يساعد على الشكل يحافظ على شكل مالت مالت الهيموغلوبين يتعرض لها بوكسي يعني نقصان الأكسجين. بعض الناس عندهم نقص بهذا الانزيم يتحفز مجرد انه تنطيف علاج معين يأكلون حبة مات الفاصول مات فاصول او فابابين مات الباقلة الباقلة عندهم سنتين الباقلة او يتعرضون للعدوى all كان كلها يسوون لايس يعني حللا يكسرا خلايا الدم الحمر. زين هسه نجي على ميكانيزم اوف ترانسبورت. ميكانيزم يعني طريقه اوف ترانسبورت طريقه النقل شلون تنقل الاكسجين هاي المجمع شلون لها قدره تنقل من والى. يقول لك انا قلت لكم قبل شويه كل ريد بلود سيلز وحده بيها كم مجموعتين بيها اربعه فالفور هيم موليكولز بيها اربع جزيئات من الهيم. الهيم اللي هو عباره عن هيموغلوبين شوفوا الهيموغلوبين يعني هاي جزيئه بيها ايرون بيها حديد وبيها هيم بيها الصبغه فاثنين شخصين صحيح هيموغلوبين. فيقول لك كل جزيئه هيم لها قدره تشيل اكسجين فكم احنا عندنا وحده وحده وهي عندي اثنين عندي ثلاثه وعندي اربعه فمعناه كم اكسجين راح تشيل اربع هاي مهمه كل اربع هيم موليكيولز تشيل اربع اكسجين موليكيولز يعني كل جزيئه هيم تشيل جزيئه اكسجين فككل يعني مثلا خليه الدم الحمراء واحد ايش قد تشيل اكسجين قله اربع جزيئات شد تشيل تشيل اوكسجينيتد هيموغلوبين شنو اوكسجينيتد يعني مؤكسج يعني بي اكسجين
هذا مين جايبته؟ جايبته من الورقة توزيع العيال الجسمي. فشو صح؟ لا صح يكون برايت ريد، يكون لونه احمر، ويكون الاحمر يعني كلش لونه حلو تمام شعشاع. هذا نسميه سيستميك اللي هو الدورة الجهازية. احنا مو عندنا الدورة الجهازية والدورة الوريدية، فقل لك هاي الدورة الجهازية انه يجيب الدم المكسج من الرئة ووزعه عن طريق الارتريز اللي هي الشرايين للدم تمام للجسم. اكو دي اوكسجينيتد، دي يعني يلغي يعني غير مؤكسج، يعني الدم بي سي او 2 هذا مين ياخذه؟ هذا هو يلمه من الانسجه ووديه للرئه حتى تطرحه بالزفير. فقل لك هذا الهيموغلوبين اذا ما في اكسجين يتحول لونه الى بلو، لونه ازرق. هذا السبب يقول لك الشرايين دوم يقولونه احمر والاورده لونها ازرق تمام. هذا يقول لك بالفينو سيركوليشن بالدوره الوريديه. فشوف بس هنا خلايا الدم الحمر قلناها باعوشان مقعد من وجهين وقرصية فايريد بلوستاز، وبيها شنو؟ بيها الهيموغلوبين موليكولز. قلنا كم؟ أربع هيموغلوبين موليكولز، بيها أربع أهيم وتاشي لأربع أكسجين. فشوفوا كل واحدة شايلة عليها أكسجين، هاي واحدة اثنين ثلاث. فيقول لك هنا شو تسوي؟ أكسجين فروم ذا لانج، تاخذ الدم المؤكسجين من الرئة وانا عملت تبادل غازي، تدخله بداخلها، تشيله بمجموعة الهيم. بعدين يقول لك هذا الاكسجين باوند تو الهيموغلوبين، اكسجين راح يرتبط بالهيموغلوبين. شوفوا كل مجموعه هيموغلوبين قد شايله، شايله 4 1 2 3 4 تمام. فهذا الاكسجين راح يرتبط بالهيموغلوبين، راح وين تودي؟ يقول لك الاكسجين ريليزد راح يتحرر تو تيشو ستال الخلايا مات الانسجه، فيقوم يحرر الياهن ينطيني ياهن لهنا تمام، فيجيب دم واكسجين ووزع الياهن للانسجه. احنا مثل ما قلنا، قلنا هي لاك يعني راح تفتقد للانتراسيلولر الداخل خلوية اورجانز، يعني تفتقد للعضيات الحية داخل خلوية. ذي العضيات الحية شنو فائدتها؟ يقول لك نسيسري، هي ضرورية فور سيلولر ريبير، سيلولر خلوي ريبير، تصليح للتصليح الخلوي، للجروث للنمو، اند ديفيجنز للانقسام. فما تقدر لا تنمو لا تصير بيها ديفيجنز، لا تقدر تسوي ريبير. الشورت لايف سباين مالتها يعني دوره يعني عمرها قليل 21 يوم تقريبا وتموت. هذا سميها اما الايجد ريد بلو سيلز، يعني ريد بلو سيلز عجوزه كبيره، او لا يقول لك الفراجل اللي هي هشه يصير بيها براون، يعني تسمير تو رابتشر، تسمير للتمزق، هاي قلنا يتغير شكلها خطيه فتموت قبل وقتها. زين السؤال من اللي يكسرها؟ يقول لك موقع التكسير مالتها يصير وين؟ بالسبلين بالطحال. فشوف انا الريد بون مارو اللي هو نقي العظم الاحمر راح يسبب لي هنا، طبعا اذا كان واحد نقي العظم الاحمر، اذا كان الطفل يعني بعده، فش ينطيني؟ يعطيني ارثروستات، خلايا الدم الحمر. خلايا الدم الحمر تقوم بوظيفتها خطيه وشي 21 يوم يقولها يلا تزحلق روحي. فوين تتكسر؟ يصير بها ديستروي، راح تتدمر بالسبلين بالطحال. فيقول لك الرابتشرد ريد بلود سيلز، يعني هاي خلايا الدم الحمر المتمزقه ار ديستروي، راح تتدمر وين؟ هو ما عرفها متمزقه، راح يصير ديستروي، راح تتدمر ان ذا سبلين بالطحال. بعدين شو يصير بيه؟ بيصير بيه فايجوسايتك، يعني راح تبلعها منه، تبلعها الوايت بلود سيلز اللي هي خلايا الدم البيض اللي هي مسؤولة عن البلعمة، تنظف لي النسيج. ها شو يسوي؟ يسوي كلير، يعني راح تنظف ذا الدبرس، تنظف لي من المخلفات او من الدبرس اللي هي مخلفات يعني نتيجة الموت مالتها، مو من احطهم في شيء تظل اكو قطع شوائب فيجي ياكلهن خلايا الدم الحمر. هسه راح ناخذ في شيء اسمه الاريثروبايوسيس. شو هي الاريثروبايوسيس؟ هي معناها تكوين الدم، شلون اكون دم اني تمام. ها راح اشرحكم اياه كله على هذا المخطط الحلو تمام. انا ادري بيكون لي دم، يقول لك نقي العظم. زين من راح يقول لي نقي العظم كون لي دم؟ من راح يقول له اوكي. اول شغله هذني اسميه شنو؟ ستيميوليتر. ستيميوليتر يعني محفزات، يعني هذني من يرتفع عن بالجسم يقول له اشاره للكليه، الكلية راح تعطيني فد انزيم معين او هرمون، هذا الهرمون يروح يحكي ويا نقي العظم يابا يسوي لنا دم. شلون؟ قل لك اذا صارت عندي هايبوكسيا، هايبوكسيا هايبو يعني قليل، اوكسيا معناه قله الاكسجين، يعني اكسجين قليل بالدم. زي احنا قلنا الاكسجين من يشيله؟ يشيله خلايا الدم الحمر. فبالتالي الجسم راح يفتهم لانه ما عندي اكسجين، يعني ما عندي سياره تشيل الاكسجين، يعني ما عندي ريد بلود سيلز. اوكي هاي نقطه واحده، نقصان الاكسجين بالدم. ثاني شغله الانيميا. الانيميا قلنا شنو؟ انه لما يكون عندي لو برزنتج اوف ريد بلود سيلز، يعني شنو؟ نسبه قليله من خلايا الدم الحمر. فهمت؟ تجيني معلومة انه يابا عندي خلايا دم حمر شوية، اشتغل يا جسمي يكون لي خلايا دم حمر جديدة. هماتين اذا قل عندي الغاز اكسشينج، عملية التبادل الغازي قلت، يعني انه الدم دي يروح للضم قليل، فمعناه شو؟ ممكن عندي خلل اما بالرئة نفسها، ممكن عندي خلل بالدم. وهماتين اذا ارتفع التشو ديماند، يعني شنو؟ انه الديماند معناه احتياج، يعني احتياج الانسجة للدم زاد.
اي مشكله كانت، مثلا خلينا نقول مثلا كان عنده انه انجري يعني في ضرر صار بالخليه، صار عنده مثلا انفكشن، صار عنده التهاب المكان اللي يريد دم اكثر، فاذا يسم ترى هابوكسي نقص الاكسجين، ممكن يكون انيميا نقص خلايات الدم الحمر، اكستشينج التبادل الغازي قليل، او يصير عندي يعني زياده باحتياجات الانسجه. فهذا شوف هنا خلايا الدم الحمر شوي هنا 1 2 3 4 بس 4 كأن يكون. فراحت وين اشتغلت؟ يقول لك تعطيني فاكتور شو اسمه هايبوكسيا انديوسبل فاكتور، يعني هاي الهايبوكسيا نقصان الاكسجين راح يعطيني انديوسبل فاكتور اللي هو معناه انه عامل تحفيزي. فهذا العامل التحفيزي راح يشتغل على هذا اللي هو اصيح له الكدني. الكدني معناه شنو؟ معناها الكليه. فهاي الكليه ايش تنطيني هرمون؟ شو اصيح له؟ اصيح له اريثروبايوتين. اريثرو يعني ريد بلس سيلز، بايوتين معناه انه العلاقه مع عمليه تكوين الدم اسمه اريثروبايوسيس، بها هرمون اسمه اريثروبايوتين. فهذا الاريثروبايوتين لانه هرمون، هرمونات وين تمشي؟ تمشي بالدم، فراحت بالدم. راحت بالدم مشيت لحد ما وصلت للعظم، قالت له يابا انت بيك نقي عظم اللي هو شو سميناه؟ سميناه البون مارو. قالت له دخيلك الاكسجين قليل بجسمي، دخيلك خلايا الدم حمر قليله، دخيلك يابا تبادل الغاز قليل، احتاج اكثر دم. فقل له حباب كون لي خلايا دم. فش راح يقول لنا اوكي عن طريق شنو هاي الاشاره؟ شلون وصلت لي معلومه اني للبون مارو؟ قلنا عن طريق الاريثروبايتين. فالشغل اللي شغل لي الاريثروبايوسيس قلنا هي عمليه تكوين خلايا الدم الحمر، فزاد. فشطاني باعه، شوفوا هنا كان بس 4، شوفوا هنا جدا طاني دم هواي. فهذا الهايبوكسي انديوسبل فاكتور الحفز للكدني قل، تمام؟ فمن قل ايش قل عندي؟ الاريثروبايتين، معناه كافي انت اعطيتني الدم بعدها هي. فهذا سلايد مهم لان راح نختصر كل الاشياء اللي حكيناها. فهسه نجي نحكي على الاريثروبايوسيس اللي هي عمليه، معناها عمليه تكوين خلايا الدم الحمر، مو بس الدم. ما نقول انه البرودكشنز او البروسيس اوف فورمينج بلاد، لا، عمليه تكوين خلايا الدم الحمر. ف ات از ذا بروسيس معناها هي العمليه، بروسيس اوف فورمينج عمليه تكوين الريد بلود سيلز خلايا الدم الحمر. ات از ستيمولييتد يعني من راح يحفزها؟ من راح يشغلها؟ ات از ستيمولييتد راح تتحفز باي ديكريز اللي هي قله النمبر، قله العدد يعني شوف قله عدد خلايا الدم الحمر. And inhibited راح تثبط هماتين by increase in the number، زيادة عدد الخلايا الدم الحمر، يعني قلت عدد خلايا الدم الحمر يحفزها وزيادة العدد يقللها لأنه بعد ما احتاج. يقول لك الهايبوكسيا اللي قلنا هو نقص الأكسجين بالدم is very potent stimulus، يقول لك محفز potent قوي، فهو أقوى محفز for the erythrobiosis، وبالتالي أقوى محفز إلى الهايبوكسيا. And this process هاي العملية is under يتحت الانفلونس تحت تاثير من الاريثروبايتين، قلنا هذا هرمون تنطيني اياه الكدني الرئه. فقلنا عندي هايبوكسيا لازم يصير نقص الاكسجين ينطيني انه هايبوكسيا انديوسبل فاكتور يشتغل على الكليه، قلنا انطيني هرمون اسمه اريثروبايتين يروح يشتغل على البون مارو. زين عندنا حاله اسمها انيميا، انيميا خدناها ايش قلنا؟ قلنا اللي هو ديكريز بالبرزنتج مات الاريثروسايت يعني الريد بلود سيلز تكون قليلة، وبالتالي قدرتها على نقل الأكسجين راح تكون قليلة. أسبابها هواي وكل شائعة، إنه يكون مثل غذائي، مثل نقص الحديد، مثل يكون واحد ينزف هواي، مثل أمراض وراثية سبب لي فقر دم. فالفقر الدم معناه اللو هيماتوكريت، إحنا قلنا المفروض 45 بالزلم و42 بالنسوة. فقل لك اللو هيماتوكريت يعني نسبة الخلايا الدم الحمر قليلة، فقل لك بلو تحت النورمال الطبيعي اكسجين كارينج كاباسيتي يعني القدره كارينج حمل كاباسيتي القدره اوف ذا بلود الدم، يعني يكون عنده انه يكون تحت الحد الطبيعي لنقل الاكسجين، ما تقدر تشيل الاكسجين يعني عندي خلايا دم حمر قليله. ممكن اسباب ما تكون نيوتريشنال يعني غذائيه، يعني مريض ما ياكل عدل، فيقول لك دايت ديفيشنسي يعني نقص غذائي بالدايت بالاكل مالته of the factor نقص غذائي راح يصير للعوامل factor needed اللي احتاجه for the erythrobiosis يعني نقص بالعوامل الغذائية المهمة اللي احتاجها حتى اكون دم. ممكن يكون pernicious. شنو هو pernicious؟ يقول لك مرض يصير عندي مشكلة بالامعاء اللي هي مسؤولة عن امتصاص المواد، يصير عندي نقص بالامعاء ما تقدر تمتص فيتامين B12 تمام، فيتامين B12، والفيتامين B12 يقول لك والفوليك اسيد
كلش مهمات حتى اكون بيها دم. فاذا ما قدرت الامعاء ما تمتص البي 12 فمعناه ممكن يصير عندي فقر دم. فالبرينيشوس هاي مهمه لان هاي خاصه بي، هي inability عدم قدره، الability قدره، ان يلغي inability عدم قدره to absorb عدم قدره للامتصاص، enough يعني to absorb enough الكافي ingested اللي هو الدياق للإنسان فيتامين بي 12 يعني عدم القدرة على الامتصاص الكافي للبي 12 from the digestive tract من الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي ما يقدر يمتصه، هذا قلك ليش ان اكو deficiency نقص بالintrinsic factor عوامل داخلية. هاي intrinsic factor طلاب احتاجها حتى اني افتح القنوات اللي امتص من عندها البي 12. فاذا ما عندي intrinsic factor ما عندي امتصاص البي 12. معنا الانيميا ايش قلنا قبل شويه depressed معناه انخفاض بالهيماتوكريت كلش قليل. قلنا النيوتريشنال كومبينيشوس ممكن ابلاستيك. ابلاستيك معناه لا تنسج او يعني شنو يعني نسيج ما عندي. ابلاستيك معناه شنو؟ انه عدم التنسج يعني ما عندي نسيج، عندي نقص بالنقي العظام ما بي نسيج تمام، وبالتالي ما راح يكون كل مكونات الدم مو بس الريد بلاسس كلها. فيقول لك الفيلر الفشل اوف ذا بون مارو فشل النقي العظام تو بروديوس حتى يكون لي الانف ريد بلاسس حتى يكون لي خلايا دم حمر كافيه. اوكي هو فيلر يعني فشل نقي العظم نفسه هو الاساس يكون لي خلايا الدم الحمر او الدم كله ما يصير. رينال معناها كلوي العلاقه بالكلى، تذكرون قبل شويه قلنا الكليه الكدني تعطيني ارثروبويتين المهم حتى يوصل لي اشاره النقي العظم يا بكون لي. فاذا انا ما عندي ارثروبويتي يعني ما عندي عمليه تكوين. فالكدني ديزيز امراض الكليه معناه ان ادوكيت غير كافي ارثروبويتين اللي هو هذا الهرمون سكريشن يعني انه افراز غير كافي للارثروبويتين. ممكن يكون هيموراجيك، هيموراجيك معناه نزيفي، هيموراجيك نزيف يعني بيشن ده ينزل ده يطلع الدم للخارج فاكيد عنده فقدان بالدم. فهو loss فقدان of lot of the blood يعني فقدان كميه كبيره من الدم، a lot يعني كميه كبيره من الدم. الهيمولايتيك اللي هو انحلالي معناه شنو؟ ايش قلنا؟ قلنا ممكن اكو امراض تغير الشكل مات الخلايا الدم الحمر تخليها تنحل قبل عمرها. فهو الرابتشر تمزق يصير of the two many red blood cells يعني تمزق لهواي من خلايا الدم الحمر، كان يكون السيكل سيل ديزيز. سيكل سيل خلايا الدم المنجلية او المرض الدم المنجلي ممكن ما تكون هيك قرصية مقعرات الوجهين، ايش راح تكون؟ راح تكون مثل المنجل هيك تمام، فتتكدس تكون الخلايا تقوم تكسر نفسها. اخر شيء اكو في شيء اسمه البوليستيميا، ذكرني قلنا البولي معناه هواي ستيميا معناه ريد وبلود سيلز وهواي بالدم. فالبوليستيميا عكس الانيميا لو عندي زياده بخلايا الدم الحمر. فيقول لك شنو؟ ابنورمال يعني بصوره غير طبيعيه هاي هيماتوكريت يعني زياده بالهيماتوكريت قلنا يعني زياده بالريد وبلود سيلز معناه تو ميني يعني هواي عندي خلايا دم حمر ان ذا سيركيليشن بالدوره الدمويه تمام. هذا شو قسمه؟ قسمه اما برايمري يكون اولي او يكون ثاني. وببساطه طلاب شوفوا اذا كان السبب انه عندي مشكله اصلا انه الارثروبويتين دي زاد يعني زياده عندي نزيز ارثروبويتين اكو خلل بالكدني بالكلى تعطيني هواي ارثروبويتين فسميه برايمري. اذا لا والله الارثروبويتين هو دي يتكون بزياده اوكي صح بس نتيجه انه تحفيز طبيعي من جسمي يعني انا جسمي اكو مشكله مثلا فتره طويله متعرضه للهايبوكسيا فابقى اني يعني الغوي الكدني اعطيني ارثروبويتين اعطيني ارثروبويتين لكن ما لها علاقه فسميه ثانوي. اما ذا الكدني من وحدي بدون ما اسوي لها استيمولس بدون ما احفزها هي تنطيني ارثروبويتين هذا اسميه برايمري اولي. فقلت لك البرايمري اللي هو الاولي هو الارثروبويوسيس يعني عمليه تكوين الدم ارثروبويوسيس بروسيد يعني راح تشتغل ات ان اكسسيف. اكسسيف يعني مبالغ به والان كنترولد ريت يعني معدل ما اقدر اسيطر عليه ومعدل مبالغ به. Not subjected ما متعرضة to the normal erythropoietin يعني مو تحت تأثير ما to normal erythropoietin regulator يعني ما جاي تخضع لي التنظيم الطبيعي للerythropoietin regulatory mechanism that make that blood. إحنا مو قلنا إذا كان عندي هايبوكسيا يتحفز الإرثروبويتين بعدين من يتزداد عندي red blood cells بعد خلاص راح يسوي لي inhibition. قلك هنا ما تسمع الانهبيشن ضل تشتغل من وحدها. فشوفوا البوليسيميا قلنا elevated بهيماتوكريت كله زايد.
الثانوي السكندري قلنا شنو؟ قلنا لي مشكلتي مو انه الاريثروبارسيس واحدة دا تشتغل، لا اكو فعلا فتشي بجسمي دا يحفزها، بس هذا المحفز بقى الفترة كلش طويلة. كانوا لي يعيشون بالمرتفعات، يقولك يعيشون بالمرتفعات مثل قمة جبل كذا، دوم هناك بطبقات النهائية القريبة على الاتموسفير شو تكون؟ تكون بيها نقصان بالاكسجين، فدوم عندهم هايبوكسيا، دوم هايبوكسيا تحفز الاريثروبويتين وتحفز الاريثروبارسيس، فقاعد عندهم ريد بلود سيلز مرتفع. فيقول لك هو الابروشي، يقول لك هو هذا ابروبريت يعني مناسب او صحيح. اريثروبويتين induced adaptive mechanism، يقول لك هي استجابه، adaptive mechanism يعني تكيف، فالطريقه التكيف طبيعيه انه هي راح تسوي لي زياده يعني induced راح تحفز الاريثروبويتين دي تكيف في الوضع. تو امبروف حتى يحسن البلود اوكسجين، حتى يحسن البلود اوكسجين كارين كاباسيتي، البلود دام اوكسجين، اوكسجين كارين اللي هي النقل والكاباسيتي القدره، فيقول لك حتى يحسن القدره، قدره الحمل الخلايا الدم الحمر للاوكسجين. ان ذا ريسبونس استجابه الى شنو؟ تو برولونج يعني فتره طويله، ريدكشن فتره طويله، عندي ريدكشن قله ان ذا الاكسجين، قله بالاكسجين ديليفري، قله بعمليه توصيل الاكسجين تو ذا تشو للنسيج، يعني فتره طويله ما وصل الاكسجين للتشو، فبالتالي دوم يصير عندي عمليه تحفيز. يعني شنو يقول لك؟ يصير نورمال بصوره طبيعيه ان ذا البيبل بالناس ار ذا هاي اليفيشن بالمرتفعات العاليه. وير ليش؟ ان هناك اكو ليس اكسجين، اكو كميه اكسجين قليله is a viable متوفرة in the atmosphere، يقول لك طبقة الاتموسفير فيكون نقص اكسجين هواي في الدم يصير تحفيز. فيجعدهم يجعدهم شوف وجههم يصير لونه احمر، هاش عندك دم زايد يعني هذا ابو الفقر الدم يصير وجهه اصفر، ابو زياد الدم يصير وجهه احمر. مو بس يشوفوا هنا شو يصير عندهم حكة. اتذكر هتاخذون ان شاء الله بالهيماتولوجي انه من صفاتها المهمة طلاب انه من يسبح تمام خاصة تحت الدوش يقوم يحكى جسمه، هذا يقول لك فد علامة كلش مميزة للبولستيميا انه جسمه يقوم يحكى ينهش بي خاصة من يسبح. هنا طلاب خليتكم أسئلة بنهاية المحاضرة، أتمنى من كل قلب أنه تحلوها وتشوفون شنو معلوماتكم. محاضرة كلش سهلة طولنا بيها لأنه تاخذ وقت الترجمة لأنه هي أساسية بصراحة تفيدكم. أتمنى تكونون فهمتوا بالقدر الكافي. أي سؤال أي استفسار أنا موجودة بكل وقت، أي شيء ما فاهمين نقدر نتناقش فيه سويا. بموفقية إن شاء الله وشكرا جزيلا.